السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع علينا من كم يوم المدعو اللي اسمه حميتي أو قائد الميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقال لك إنه مصر العدو الأول لينا، وإنه إيه حنضرب السد العالي ومصر مستباحة لينا، بقى خلاص بقيت الهدف بتاعه، بقيت عدو مصر. وطلع القائد المساعد بتاعه المستشار بتاعه وقال لك إيه، ربع فنجان سامغ المصر ممنوع، والإبل ممنوع، والغنم ممنوع، والخرفان ممنوع. الواحد مش عاوز يغلط، كله مصر تتحرم من كل الخيرات بتاعت السودان. يعني على ما أظن إنه بناخد خيرات السودان بلاش، يعني بيدوهالنا إيه كده هبة منينا، منيهم قصدي، بيدونا إيه تبرع كل شهر أو كل بتاع، بيبعتونا الشواحن والنقلات والبتاع بالإبل واللحوم ببلاش، يقولوا خذوا الخيرات بتاعتنا. يعني كلام ملهوش أي ميتين أم لازمة. ربع فنجان سمغ يا مصر ممنوع ليكي، وأي حد هيبيع لمصر من التجار هيعاقب يعني أقصى العقوبة. يعني ممكن إيه، ما أنتوا أسزة في القتل وأسزة في زهق الرواح، مش مشكلة. فأي حد هيعمل القرار وطلع قرار، بقى قائد مش عارف الدعم السريع، الميليشيات ما فيش دعم سريع، قائد المرتزق والبلطجية، إنه اللي هيعمل كده يعني إيه زي فرعون مقطع رجليهم ويديهم وكده. المهم هو ما ينساش إنه إحنا بقروشنا زي ما أنت بتقول بقروشك نجيب اللي إحنا عايزينه من آخر الدنيا. اللحوم يا حبيبي ده إحنا بنستورد بمليار وشوية لحوم، ماشي، احنا عندنا بتاع 60% او 70% الانتاج المحلي الاكتفاء الذاتي، بنكمل عليهم 20% او 30% دي بنجيب من البرازيل، نجيب منك انت، خلاص بقناها منك، احنا مش عايزين نجيب منك. حتى اللحم السوداني وحش، انا مش بحبها، مش باكلها، والله ما باكل اي لحوم غير اللحم البلدي المصري، ماشي، نجيب من البرازيل، نجيب من فرنسا، نجيب من روسيا، نجيب من الاتحاد الاوروبي كله، نجيب من الصومال، بقت حبيبتنا دلوقتي واخت بلادنا، مش انت بتقولوا سيب اخت بلادنا، الصومال بقت اخت بلادنا، نجيب من اريتريا، نجيب من اي مكان بقروشنا. يعني احنا يوم ما حصلت ازمه ساعتها مش عارف حزب وطن ولا حزب مش عارف اسمه، والله ما فاكر الاحزاب في مصر، راح جابوا بالطياره من اريتريا، رغم انه التكلفه عاليه الطيران وكده، بس جبنا بالطياره، ماشي، يعني مش هنغلب. الحوم ايه؟ انت هتزلنا يقول لك اللحوم والابل والفراخ والمش عارف ايه والكلام ده، والفول السوداني والصمغ، ايه بين الثور الثاني فول سوداني وصمغ، وايه ثاني؟ قول لي حنه وبهارات والكلام. يا حبيبي احنا الحاجات دي الحاجات دي رفاهيه، يعني الفول السوداني ده احنا بنزرع فول سوداني في مصر، ده احنا بنزرع. والسمسم، السمسم يا عبيد ده تعالى شوف المزارع، السمسم في مصر في المنيا وفي مصر، ده احنا بنورد السمسم للدول الأجنبية، تقول لي سمسم والكلام الفاضي ده، ده احنا نجيب من أي حتة، ده احنا بس انت عشان جنبينا وترانسبورت والدنيا تمام، مفيش تكلفة عالية، لكن يوم ما تدق الطبول خلصت، نجيب من أي مكان. فما تقلقش يعني من الموضوع ده، وإحنا عمي مش عايزينك، تعال خد العشرة مليون بتوعك وخدهم عندك، خلي الدنيا تخف والضغط تخف، وهنبقى أغنى دولة في العالم. انتوا 10 مليون والسوريين 3 مليون واليمنيين 3 مليون، خد الناس دي خدهم عندك، خدهم رجعهم، والله العظيم ولا عايزين لحمه ولا عايزين اي حاجه، بس انت 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 بتصدر لنا، انت بتصدر لنا المجرمين بتوعك واللاجئين، بتصدرهم لمصر، ماشي، تعال خدهم كل. وخلوا بالكم المصريين، معظم اللي في القاهره والناس دي من الدعم السريع ومن الدعامه اللي بتعمل بثوث مباشره، ما فيش انترنت في السودان عشان يقعدوا قصاد الانترنت ده 24 ساعه، ما فيش، يعني السودان في مناطق ما فيهاش انترنت والبتاع دول، فدول قاعدين يشتموا ويعملوا في المصريين في قلب بلدنا، بياكلوا ويشربوا معانا وبيشتموا فينا، ماشي، فدي نقطه يعني خلوا بالكم منها. في سودانيين كويسين، بس في ناس اللي دخلت دي الوحشه اكتر من الكويس. المهم هددوا مصر وقال لك مصر مستباحة وهنضرب السد العالي وهنضرب مش عارف فيه، هو ما يعرفش انه فيه، يعني هو اصلا متشاف من السد العالي، يعني بس احنا مش راضيين سايبينه يلعب كده وبراحته عشان ما نتدخلش في الدول. يقول لك مصر طيران مجهول ومش مجهول، يعني المشكلة ايه؟ يعني حتى لو الدولة حتى لو هو الطيران صح او مجهول،
فيه ناس بتقول لك الطيران المصري. إذا كانت الدولة نفت والقوات المسلحة نفت إنه مش الطيران المصري ده، لكن في يوتيوبرات بقى وناس يقول لك الطيران المجهول، الطيران المصري، الطيران المصري ده. يا عم أنتوا مالكم؟ إذا كانت الدولة نفت ووزارة الخارجية نفت، ليه بتثبتوا الكلام؟ مع احترام للسودان ما فيها جيش برضو وبتاع، يعني ممكن يدعمها بالطيارات، ممكن يدربهم كده، بس يعني ما توصلش للدرجات دي، لأنه هما مش شوية ميليشيا مش مستهلين طيارتين حيفضوها الليلة. ويقول لك إيه إنه الطيران أو مصر ضرب كتلت إيه 4000. طب أنت شردت الملايين، ده أنت الملايين كلها دبحتها، استبحت البيوت، هديت البيوت، سرقت الناس بيوتها ومسوغاتها، قتلت السودانيين، كنت تقتل الكبار، تقتل الأطفال، تغتصب البنات، المرتزقة بتوعك يغتصبوا النساء، يعني حاجة لا يشيب تشيب لها الجبين. يعني والله لو الكفرة ولا اللي ما يعرفوش ربنا اللي بيعبدوا الأصنام دول، اللي ما بيعرفوش، اللي مش بيعترفوا استغفر الله العظيم بوجود الخالق، ما يعملوا ما يعملوا الجرائم اللي انتوا ارتكبتوها. يعني فيه ناس من السودانيين بيقول لك بيخش، كان فيه واحدة مثورة ثلاث بنات دخلوا مسكوا الرايل كتفوه واغتصبوا الثلاثة واحدة ورا الثانية، أعوذ بالله. يعني إيه ده؟ ده ما عندهمش دين قدام أبوهم، يعني قدام أبوهم رجل كبير عاجز ابتدوا يغتصبوا واحدة ورا واحدة ورا واحدة، المرتزقة بتوعه، الله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني السودانيين دول شافوا اللي محدش شافوا من أهل بلدهم ومن دمهم ومن يعني مش عارف. المهم فهو جاي يهدد مصر تهديد صريح ويقول لك مصر دي مستباحة لينا والسد العالي هنضربه والبتاع، يعني واحد مش عارف يقول ايه. طب يا ابني انت يا ابن الحلال، انت ما تخليك في حالك وخليك في المرتزقة بتوعك وخليك في جيش دولتك، مالك تفتح على نفسك بواب جهنم؟ ولحمة ايه اللي احنا عايزينها دي؟ ولحمة مش عارف ايه ده، احنا كله بنستورده يعني بمئة مليون دولار او 200 مليون دولار، بنستورد لحوم بس احنا بمليار وشوية، بمليار دولار وشوية، من البرازيل، من فرنسا، من الدنمارك، من الصومال، من تشاد، من كل الدول. احنا بفلوسنا زي ما انتم بتقولوا بقروشنا بنجيبها بالطيارات، يعني خليكم انتم بقى ايه، ادي زي ما بتقول هندي كل الدول الا مصر، هنقطع عنها عشان يموتوا عشان يجوعوا. يهبل انت تموت مين؟ ده انت نسيت انه انت في 10 مليون لاجئ سوداني في مصر، كانوا 4 مليون ولا 5 من زمان، من ايام النميري وقبل النميري والدنيا دي، وصلوا 4 او 5، ودلوقتي دخلنا بتاع 5 6 ملايين. يعني احنا قادرين نمسكهم كده نرجعهم لك عشان تعملهم بسطرمة ومعلبات. انت ناسي؟ مش عارف والله، كل واحد بيقول في الهوى ويقول لك مش عارف ايه السد العالي ده. اسرائيل تقول لك نضرب السد العالي، مش عارف اثيوبيا تقول لك نضرب السد العالي، حميدتي اللي مش عارف البلطجي المرتزق يقول لك نضرب السد العالي، مش عارف تضرب السد العالي بيه، هو السد العالي ده قاعد ملطشة، ده السد العالي ده لو قنبلة ذرية ما حتهدهوش بعون الله. ما تعرفش انه ايد مصر طويلة وصلت اثيوبيا وصلت الدنيا كلها حواليك، ما تعرفش؟ مش عارف. وبيقول لك والجارة اثيوبيا، احنا بنتآمر على الجارة اثيوبيا، هو المرتزق بتاعه ده المساعد بتاعه، بنتآمر على الجارة الاثيوبيا وبندعم الميليشيات وبتاع عشان الامهرة والتجري ومش عارف الكلام ده. يا حبيبي احنا لا بندعم حد ولا بتاع، الشعوب دي من يوم ما ربنا خلقها كده وهي في تناحر قبلية وعرقية، من يوم ما خلقها ربنا كده، وانتوا من يوم ما خلقكم ربنا هتقعدوا كده. فتتوا السودان، الله حسبي الله ونعم الوكيل، بقوا الدولتين دلوقتي هتبقوا ثلاثة، دلوقتي هتبقوا أربعة، فتتوا الدنيا علشان أطماعكم. ده انت امبراطور عندك الفلوس لو ولعوه فيها بالنار مش هتخلص، من الذهب اللي سرقته ونهبته وبعته للإمارات برخص الثمن، ده قوت الشعب السوداني كله، ده مصدر دخل الشعب السوداني، ده رزقهم انت استوليت عليه وخدته وبعته للإمارات ب30%، اللي بتدعمك بالسلاح وبالزقيرة وبالبتاع. وسبحان الله ما تلاقيش في دولة فيها حروب وفيها قبائل وبتاع إلا ما تلاقي إيه، مش عاوز أذكرها ليها يد فيها.
فمش عارف. وتاني حاجة تقول احنا عندنا أسرى مرتزقة. فين الأسرى المرتزقة؟ جيش مصر ده جيش نزيه، عمره ما كان أسير ولا عمره كان مرتزق. المرتزقة دول، كلمة مرتزقة دول شوية رعاة الإبل اللي زيك كده، وجابوا سلاح وكانت معاها فلوس، ويروح يجيب شوية عيال من تشاد ما لهمش لازمة، وشوية عيال من جنوب من أفريقيا الوسطى ما لهمش لازمة. العيال الباعة نفسها دي كده كده ميتة أصلا، يعني لو هي ما منتش في الحرب هتموت من الجفاف، هتموت من المخدرات، هتموت من اي حاجة. فبيبيع نفسه زي ما كان يحصل في ليبيا وكده. فانت بتشتريهم بالفلوس، بيجوا دول ما لهمش ولاء على فكرة. اول ما بتحصل لك حاجة اول واحد بيقضوا عليك انت ويهربوا، تمام، لانه ما عندهمش ولاء. المرتزق ده هو اللي بيجي بالفلوس، بتيجي انت تأجره بالفلوس وتقول له حارب، يوم ما بيزنك بيسيب سلاح ويهرب. ماشي، دول شوية المرتزق اللي بتقول عليهم. لكن احنا مصر الحمد لله لا عندنا مرتزق ولا عندنا اي حاجة، عندنا جيش وطني من ابناء الشعب، دمه من ابناء الشعب. يوم عسكري يقول اي، الشعب المصري كله بيبكي عليه بيقول اي، لانه ابنهم مش مرتزق، مش جايبين من جنود من برا بنديهم فلوس ونقول لهم احموا دولتنا. لا، انا خلص جيش واخويا خلص جيش وده خلص جيش كلنا. ويوم ما تحصل حرب الميت مليون بص تلاقيهم كلهم راحوا اتطوعوا وبيجوا في الجيش كتلة واحدة كده، تمام. فإحنا اللي بننادي عليه ليه إحنا خايفين منيكم، وليه بنقول اللاجئين ومش اللاجئين؟ لأنه أنتوا بتفتتوا الدول. موضوع اللاجئين ده بيفتت الدول، بيخش الدولة، الدولة ولما تحصل فيها معركة ولا حرب دول بيبقوا ضد الدولة، ضد الناس اللي عايشة. فدول بيع بس بتحصل بقى الهرج والمرج اللي انتوا عارفين، والطائفية والعرقية. واللهم يعني شوفوا انتوا، كنا هنوقع في المصيدة دي من 2011 احنا، وكانت دولتنا هتبقى زي كده من 2011، كنا هنبقى زي الدول اللي حوالينا. انتوا لو تبصوا على الدول اللي حوالينا كلهم اخواتنا وحبايبنا، مش بغلط في حد، انا كلهم اخواتنا والله، واخواتنا في الاسلام وفي الانسانية وفي كل حاجة. بس بصوا، العراق دي كانت احسن دولة في العالم ايام الصدام، كانت يعني البنك بتاع العالم كله الله يرحمه الصدام. لبنان كانت باريس الشرق، ما فيش زيها لبنان، كانت أجمل دولة في العالم. ده كد كده وسبحان الله. مين تاني؟ سوريا كانت بلاد الشام، سوريا بقى ودمشق وكله. ليبيا كان أغنى دولة في العالم، ليبيا أغلى دولة. كل الدول دي راحت فين؟ من الطائفية ومن العرقية ومن إنهم بيسمعوا الكلام وميت واحد. ولا اليمن ولا دية ولا دية، لأنه الدول بتحط إيديها زي اليمن، إيران دخلت إيدها ومش عارف إيه. سوريا نفس القصة، سوريا خلاص فتتت، فيها كم دولة؟ فيها 500 دولة، فيها أمريكا وفيها إنجلترا وفيها فرنسا وفيها إيران وفيها حزب الله وفيها مش عارف نصر الله ومش عارف إيه والكلام ده كله. فإزاي هترجع تاني؟ كل وفيها تركيا وفيها كل واحد خد له حتة زي كده طرطة وبيقطعوها، تمام. فإحنا إن شاء الله مصر دي منصورة، طالما إحنا إيد واحدة، مسلم ومسيحي إيد واحدة، إخوات، ما فيش حاجة تفرقنا، ما نسمحش الكلام فتن، ما نسمحش لأي حد. والحمد لله عندنا العقلاء كتير خالص خالص خالص، يعني الحمد لله في الصعيد يوم شاب ولا سواء مسيحي أو مسلم يعملوا فتنة بينهم بيجي الكبار، ده قلمين وده قلمين، ونقعد قاعد الصلح وخلص الموضوع. مش زيكم إحنا بنضرب وندبح في بعض ونقتل بعض ونخرب الدولة وننط على بعض ونختصب بنات بعض ونقتل بعض. والله أنتوا اللي بتعملوه الكفر ما تعملوا، والله يا حمدت اللي بتعمله انت الكفار. مش عارف ازاي استباحت دم شعبك سرقة وقاتل واغتصاب، عملت كل اللي محدش عمله. اسمه ايه ده هتلر؟ اسمه ايه هتلر؟ ما عملش زيك كده يا راجل، ما كانش يغتصب زيك كده ويعمل زي كده، ماشي. ولا هولاكو ده، انت ده هولاكو ما عملش زيك يا راجل، هلاكو ما عملش زيك. المهم عشان تيجي انت بس عشان نخلص الكلام تقول اللي عندنا مرتزق، المرتزق الأسرى دول اللي انت أسرتهم دول معروفين أول حرب، دول فنيين طيارين كانوا في مطار مروي، كانوا بيدربوا، كانوا مع الجيش السوداني وبيتدربوا مع بعض وثلاث أربع طيارات.
بيعملوا لهم الصيانة وناس فنين ما لهمش في الحرب. انت لا لقيت معهم سلاح ولا بتاع، خشيت عليهم بالأفرولات وقعدت تزحفهم وتشتم فيهم وتقول لهم يا أولاد فوزية وتشتم فيهم، وآخر قلة أدب. وجم برضو لما قال لك كده السيسي خلي بالك، تاني يوم كانوا هنا ما عرفش يجون بالصليب الأحمر، الأخت الإماراتية توسطت وجابتهم، الله أعلم. المهم رجعوا سالمين غنمين كلهم. لكن في سبعة عندك دول، السبعة دول إنهم دول متخلفين اللي جو كانوا بيعملوا بيزنس أو معهم بيزنس، حتى كلهم من قرية واحدة مش مرتزقة، كلهم من قرية واحدة من الفيوم، مش عارف قريتي كده اسمها دول. وفيهم اخوات، فيهم اثنين اخوات، دول سبعة. دول قعدوا من ساعة ما قامت الحرب يوم 15 أبريل 2023 وقامت الدنيا ادعكت ماشي، فقعدوا عشان مصالحهم وبتاع، مش يهربوا ويخش ويرجعوا زي الملايين المصريين اللي كانوا شغالين ومعهم اشغال ويرجعوا. اذا كان السودانيين هربوا، دول كمان يعني الغباء بتاعهم قاعدوا مستنيين. مستني ايه انت؟ مستني الفلوس؟ ما تغور الفلوس، ما هم السودانيين سابوا ذهبهم وفلوسهم وبهايمهم وكل حياتهم وهربوا على البلاد وسابوا كل حاجة. انت قاعد ليه؟ يعني كمان انت يعني مش عارف. المهم دول قاعدوا مسكهم وقاعد ايه خفيهم، قال لك دول ورقة رابعة عشان لما الزنك زي كده اقول انا عندي مرتزقة ومش عارف ايه الكلام ده. يا حلو تمك، دول مش مرتزقة، دول كانوا شغالين وبتاع وانت مسكتهم ناس عزل. دول كانوا يعملوا بيزنس ومسكتهم، واهليهم راحوا اشتكوا في السفارات واشتكوا في القنصليات واشتكوا في وزارة الخارجية المصرية. طبعا الدنيا حروب ومحدش عارف حد، وانت ما اعلن انتش من ساعتها غير دلوقتي. ليه دلوقتي بس اللي قلت عندي مرتزقة؟ ليه ما كنت قلت من قبل كده؟ ليه لما الطيران بس الطيران المجهول بس هو اللي ضربك او كده قلت عندي مرتزقة؟ ليه ما قلتش قبل كده؟ احنا ما عندناش مرتزقة، وان شاء الله مصر منصورة وهتقعد منصورة. وخلي بالك اوعى تفكر في 10 مليون سوداني هنا، ويعني بإذن الله احنا عايزينهم يرجعوا سالمين غنمين. وخلوا بالكم يا اهل مصر، الدعامة في مصر اللي بيبصوا بسوس دول وضد مصر والسودانيين دول معظمهم بيبصوا من مصر، اصلا ما فيش انترنت في السودان عشان يبصوا منه ماشي. فدول مرتزقة ودول لاجئين في مصر في دول تانية وشغالين فاتحين بسوس وشتيمة وقلة ادب. لكن في ناس سودانيين محترمين والله ما بيرضيهم الكلام ده، بيخشوا يهاجموا ويشتموا وعارفين كل حاجة. انا بشوف فيديوهات على اليوتيوب في سودانيين نفسهم بتشتم في حميتي والدنيا دي كلها. بس خلوا بالكم عشان ما ناخدش العاطل على الباطل. دول الدعامة دول تبعوا دول اللي جو دول وخربوا الدنيا في السوق السوداء ومش عارفين تبعوا هم، واسمه الزفت اللي قبله كان الرئيس اللي قبله ده الإخواني. فدول نشرهم في مصر عشان يعملوا الفوضى ويعملوا الدنيا. فتخلوا بالكم، مش عارف ليه الجيش سايبهم والشرطة سايباهم والدنيا سايباهم. يا رب اللهم بلغت اللهم فاشهد، ويا رب ترجعوا السودانيين كده عشان تخف الضغط علينا ونعرف نتنفس شوية. حرام والله اللي بيحصل ده فينا، حرام. احنا هنلاقيها من فلسطين ولا من اسرائيل ولا هي لبنان ولا هي سوريا ولا هي كمان في الجنوب عندنا حروب هي في اثيوبيا والصومال واريتريا. وادي لك الدعم السريع طلع لنا زي عفريت العلبة كده. ولا ليبيا مش عارف، كتر خير مصر والله، كتر خير الإدارة المصرية أو كتر خير الجيش، مش عارف الدنيا كلها اتفتحت عليه. يعني هو كان في جبهة واحدة كده بقى شمال ويمين وغرب وشرق، كتر خير الجيش والقادة دي تلاقي ما بتنام. والله السيسي سواء اختلفت أو اتفقت معاه مش عارف ازاي بيجي له نوم، مش عارف ولا المخابرات ولا الناس دي. ده احنا في بؤرة نار ربنا وقعنا فيها يعني. بس ادي الكلمتين دول انا بفضفض مع اخواتي وحبايبي عشان حميتي دي ما تقلق. يعني ايه انت هتلعبنا؟ يا حول الله يا رب، ما بقيش غيرك انت يا رجل. انت ما بتعرفش تتكلم، ده انت ما بتعرفش تتكلم، ده انت الورق قدامك مش عارف تتكلم تقول ايه اللي فيه، عمال يشاوروا لك كده من ورا مش عارف. انت حافي، ده انت تلاقي الرجل كده الشق فيك من ورا ماشي. ربنا يصلح الحال وربنا ينتقم منك يا شيخ، انت واللي معاك زي ما انت أبدت شعبك واغتصبته وانتهكت عرضه وكل حاجة. حسب الله ونعم الوكيل فيك ماشي. وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.